وكمان على فكرة في ناس برضو بتعمل حاجة دي أغرب وأغرب، الدواء اللي هي مركبات كيميائية اللي هم عارفين كويس قوي صلاحيتها لحد فين وانتهت، ازاي بقى بعض الناس يبقى الدواء منتهي عندها في الدرج وترجع تاخده تاني لما تحس بنفس التعب بعد 6 شهور بعد سنة بعد أكتر، تقول لك الدواء صلاحيته مش بتنتهي. الأدوية بقى، الفيتامينات، المكملات الغذائية، القطرات، المراهم، المسكنات، كل الحاجات دي يقول لك لا دي صلاحيتها مفتوحة. هو في حاجة صلاحيتها مفتوحة؟ احنا هنتأكد برضو من موضوع الصلاحية المفتوحة في الأدوية ده. احنا معانا على التليفون دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور علي. أهلا وسهلا فندم، أهلا منورنا في انتي. قولنا يا دكتور، هل الكلام ده صحيح؟ الدواء ملوش مدة صلاحية، أو في بعض أنواع الأدوية ممتدة صلاحيته لمدة كبيرة 6 شهور سنة أو أكتر؟ أولا الدواء له تقنية محددة في التسجيل، خلاص؟ قبل ما بسجل الدواء لابد ان انا اعمل عليه بعض الدراسات. اهم دراسة من الدراسات اللي هي هيئة الدواء بتعتمدها و WHO بتقرها ان الدواء يكون عمل له دراسة اسمها دراسة ثبات. ما هو دراسة الثبات؟ يعني المتصحضر ده بيبقى ثابت لمدة 3 سنين، ما بيحصلش فيه تغيرات في اللون، في التفاعلات الكيميائية اللي جوه، او المادة الخام اللي جوه نفسها، خلاص ما بيحصلش فيها ان هي تتكسر ويحصل فيها تفاعل، خلاص. وبالتالي الدواء هنا اول ما بنتأكد انه في ال3 سنين هو مستقر وثابت ونسبة التكسير للمواد الفعالة بتبقى قليلة، بيبدأ هيئة الدواء تديكي مدة صلاحية. لو الدراسات دي عملتيها لمدة 6 شهور تحت ظروف قاسية، يعني درجة حرارة عالية، درجة رطوبة عالية، خلاص، والمستحضر فيه المتماسك بيديك صلاحية 2 سنين. لو الدراسة قعدت اتعملت على 3 سنين بيديكي دراسة 3 سنين، خلاص؟ صلاحية 8 سنين. 3 سنين. معنى كلام حضرتك اني التزم بالتاريخ المكتوب على العلبة. مظبوط. بالنسبة بقى لأدوية الشرب، القطرات، مراهم العين، والقطرات دي صلاحيتها اسبوع، مش صلاحيتها التاريخ، لان حضرتك بيبقى فيها نوع من انواع المواد الحافظة اللي هي بتفضل تخليها طول ما هي في مدار السنتين او الثلاثة هي مستقرة، انما لو اتفتحت انا حضرتك لابد ان هي يتم استخدام. يعني الحاجات دي تاريخ صلاحيتها لوجودها في الصيدلية، انما بمجرد ما انا اشتريتها وفتحتها بدأ معايا عدد تنازلي اسبوع فقط. بالظبط. دواء الشرب بيبقى شهر. شهر. خلاص. المضاد الحيوي بيبقى اسبوع. خلاص. بنيجي بقى على ده انا عندي المرهم بتاع الكدمات ده يا دكتور بيتفتح من اول السنه. بص، المرهم الكدمات وكده، بس في حاجات كده بتبقى اساسيه موجوده بتاريخ انتهاء، بتاريخ انتهائه مفيش مشكله. تمام. الاقراص بتاريخ انتهائه، كبسول بتاريخ انتهائه، خلاص. انما بشرط الحفاظ انها تكون في درجات حراره مناسبه. خلاص. طيب. احنا بقى ليه بنقول ان الدواء لما تاريخه ينتهي؟ بناء على الدراسات العلمية اللي تم على المستحضر، فبياخد تاريخ انتهاء له، لأنه المستحضر بيتحول لمكونات تانية. هذه المكونات الأخرى ضارة على الكبد، على الكلى، على الجسم. وبالتالي احنا هنا هيئة الدواء بتقول لك لا، بعد تاريخ الانتهاء ده تبقى تعليمات منظمة الصحة العالمية. أكيد. طيب دكتور، عايز أسأل حضرتك برضو سؤال مهم قوي، الفيتامينات، لأنه ستات تزعل قوي لما الفيتامينات، في ستات تطلع تسافر وتجيب فيتامينات من بره وتبقى بكمية مثلا وبعد كده ينتهي صلاحيتها فتضطر أنها تفضل تستخدمها وهي منتهية الصلاحية، هل الفيتامينات برضو بيجرى عليها نفس الكلام أنه لازم ألتزم بتاريخ الصلاحية؟ لأن الفيتامينات حتى كمان ساعات بتيجي بتبقى أصلا حتى لو إزازة واحدة أو علبة واحدة بتبقى بكمية كبيرة. إحنا كل ما يطبق على ثبات الدواء ومده صلاحيته كله معايير واحد، خلاص. واحنا لا ننصح في بعض الناس هم بياخدوا المبادره وياخدوها على مسؤوليتهم، ولكن لو حصل له اي عارض جانبي فهو يتحمل المسؤوليه، انما احنا
للمصلحه العامه؟ لا، علميا احنا بنتكلم بالنسبه لنا بالطرق العلميه لقيت الدواء اقرتها ومنظمه الصحه اقرتها لا يمكن استخدام الدواء بعد انتهاء الصلاه. تمام، يعني كده الافضل اي حد دلوقتي بيتفرج علينا وبيشوفنا عندك اي دواء منتهي الصلاحيه لابد ان انت تتخلص منه تماما وفي اسرع وقت ممكن. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عوف، رئيس شعبه الادويه، شكرا لحضرتك جدا جدا.